ما تملوا انتجوا جنبي تلهانون النهاية تعرفون وش دخلكم والملالي تصمجون تهايطون هذا هم من هذي كل القوة اللي عندك اللي تكمن بالدسات هل صحيح اللي سمعت انه نطق كلمة زرات ما خجلت انامل يدك وانت بتكتب هالكلمات ما خجل لسانك لما انطقت كيلو اهانات ها وقعت بمنحدر فيه الكلمة خلاقة وانت بجعبتك ما تملك غير كلمة الحلاقة عطوا استفاقة خلي يجيب كامل لباقة قدام الترجع ما ينفع جوبي كله دم وراقة صح اني منقهر جملتك هذي فيها حكمة منقهر بواجه رابر ما في شي ضدي يقدمه صح اني منكسر اول خصم بيقول الحق منكسر بقدم فن واللي قدامي قدمه زك كل شوي بتعيد الكلمة لا وتغنيها برواق مين اللي ما يعرف بالساحة مهنة ترمندو حلاق تسوى ولا تروج الاعلان انت معايا ولا ضدي ولا ضدي بس معايا لكن خايف تنزل جدد فهم ما تملون تيجوا جنبي تنهالون والنهاية تعرفون وش دخلكم مرمراري بس تهتفون وقت الجد بتفشلون تخرجون تهايطون هذا هو منهجكم جاري ما تملون تيجوا جنبي تنهالون والنهاية تعرفون وش دخلكم مرمراري بس تهتفون وقت الجد بتفشلون تخرجون تهايطون هذا هو منهجكم جاري مهما يعملوا يخسون شعر بيهزون لسه قوتهم بستار قوتي ثورة ميكروفون تاريخ المحب كم كلمة خلف الشاشة يهتفون حذفوا هيبتهم بديهم دول يحسوا ويعرفون دون جاكم من هيبته طيحة عظام الذال ضحيت بكونوا تعرفوا رح يركع لتحت الجال خلك عالبث لانه جوك ما لبرا بيت رابط حتى اللي يسمعك وضح انه رابك جدا هابط اشتركوا لجل ناس نار ومن بعد انسحابة الغوا الاشتراك وهربوا لان ما سمعوا للخيابة فالح بتسأل ليش انك اختاريت اسم المحنك لو كان براسك عقل ما كنت اختاريت المحنك داربي في ستوري كان المصيدة وعرض ضغائن شكل على النتائج جاب خصومي زاد اربع زباين راح امشي بكلمتك وحلق بالمجان اشناب الرمم ما بتذوق لكم شوارب وانت اصلا مجموعة حرم ما تملون تيجوا جنبي تنهالون والنهاية تعرفون وش دخلكم مرمراري بس تهتفون وقت الجد بتفشلون تخرجون تهايطون هذا هو منهجكم جاري ما تملون تيجوا جنبي تنهالون والنهاية تعرفون وش دخلكم مرمراري بس تهتفون وقت الجد بتفشلون تخرجون تهايطون هذا هو منهجكم جاري اديتور زيت الجيارة ما تملون تيجوا جنبي تنهانون